السؤال التالي واحد بيقول لي أنا عندي فيلا في منطقة نائية ومش عارفين نعمل فيها، صرفنا عليها مبلغ كبير جدا مش عارفين نستثمرها ازاي، فأنا كنا هنأجرها لمصحة إدمان لكن مشاكلهم كثيرة. فجانا مستأجر من محطة تلفزيونية بتعمل مسلسلات وبرامج تلفزيونية وعارف المسلسلات العامة ما الذي يحدث فيها، فهل يسعني في ظل وقف الحال اللي احنا عايشينه ده ان انا اتعاقد مع هذه الجهة واقبل ان اؤجر لها؟ اقول له البرامج والمسلسلات التلفزيونية ليست سواء، منها ما يحل ومنها ما يحرم. العمل الإعلامي في الأصل وباعتاد مفهومه المجرد حكمه الرخصة والإباحة، وتعتريه الأحكام الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم بحسب المعلومة المقدمة والوسيلة المستخدمة والآثار المترتبة عليها ومآلات الأفعال محل الممارسة. لكن يا عبد الله ينبغي الامتناع عن إعانة المؤسسات الإعلامية القائمة على هو محظور شرعا كالمجلات أو القنوات المتخصصة في إشاعة الفحش والرذيلة، مجلة بلاي بوي مثلا، مجلة جنس، فما ينفعش أنا أجر لهم في بيتي شقة عشان يمارسوا نشاطهم فيها. يعني الوسيلة الإعلامية إن تخصصت في الفحش والرذيلة لا ينبغي أن تعان على ذلك، أو المعروفة بعدائها للإسلام، في مؤسسات علمانية عريقة في عداوة الإسلام موغلة في بغضها للدين وأهله، فلا ينبغي أن تعان لا بتأجير ولا بغير تأجير. ولما كان الغالب على عالم المؤسسات الإعلامية هو الفساد ويعسر ضبط الأمور، فالورع التنزه عن هذا واجتنابه بالكلية إلا من ضرورة ملجئة أو حاجة ماسة، وخير دينكم الورع والله أعلم.